نتحدث في هذه الجمعة والتي تليها عن صفة الحج خطوة بخطوة ولحظة بلحظة على وجه الاختصار حسب ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإحرام هو نية الدخول في النسك، لبس الإزار والرداء، قد ألبس الآن إزارا ورداء لست بمحرم. وقد يحرم إنسان وعليه الشماغ وعليه الثوب ويدخل في الإحرام، لكنه آثم لأنه لم يتجرد ولم يخلع المخيط. إذن بعض الناس يظن أنه من حين ما يلبس الإزار والرداء في الميقات أنه محرم، لا. ولذلك ماذا قلنا؟ إذا لبس الإزار والرداء يتطيب في بدنه لأنه لم يدخل في النسك.